جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا بتوقيع إحدى الأخوات، تقول ميم باء، تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: عند قضاء الفوائت الماضية هل يتوجب أن نقضي الوتر والسنة أيضا؟ السنة لا تقضى إذا فات وقتها، وأما الوتر فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه من الضحى، فإذا فاتك الوتر في الليل فإنه يستحب لك أن تقضي الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء، يعني دخول وقت النهي، لكن تجعله شفعا. إذا كنت توتر بثلاث إنك تجعلها أربعا بسلامين، وإذا كنت توتر بأكثر من ذلك فإنك تجعله شفعا. نعم.